الإخوة، يعني إبداعا وفكرا فيما يتعلق علاقة الجدل بين الثقافة والإنسان، الإنسان المغربي تحديدا. ويبدو أن هذا يعني نقاش أطرافه يعني شاسعة، يعني خصوصا عندما يتعلق الأمر بالثقافة، يعني يجب الميل إلى المجتمع أو ما يسمى بسوسيولوجية الثقافة، يعني هناك تعبير عند الطاهر لبيب كسوسيولوجي يقول: ليس هناك في الثقافة سوسيولوجية يجب، يعني إذا غدير يعني غدير السياسة الثقافة، يعني هذاك حصان خاسر يعني. ولكن إذا غدير ثقافة المجتمع، يعني كاين إمكانية يكون عندك واحد الأفق. وتصور أنه الحصان الذي كتملك الثقافة المغربية استنادا على تركيبتها الاجتماعية، استنادا أيضا على التعدد الثقافي الذي يتكون من مكونات متعددة، المكون الأمازيغي الأساس، المكون اليهودي، المكون الموريسكي، المكون العربي، المكون حتى المكونات مثلا حتى الاستعمار. وتصور أنه كما يقال في الماركسية، يقال أنه الاستعمار، وهذه مقولة للماركس، كضرورة حضارية أحيانا، يعني تطورت المجتمعات المستعمرة بفضل الاستعمار، لكن التطور لم يأتي مجانا، يعني كان على حساب يعني التراكم التاريخي الذي عانى منه هذا الشعب المستعمر. يعني بالنسبة للمغرب هناك مكونات مستعمرة أو كولونيالية، يتعلق الأمر بالإسبان في مناطق محددة والفرنسيين في مناطق محددة، هما يعني أحدثوا معا أفقا جديدا للثقافة المغربية الذي استفادت منه. وكما نعرف أنه الآن هناك العديد من المغاربة يتحدثون ويبدعون باللغة الإسبانية والفرنسية، تصور بنسبة قد تفوق أو تعادل أو توازي الجسر اللغوي الذي انتسبوا إليه كمقام وخصوصية. هذا كإشكال ثقافي، وأتصور بحال اللي قال السي عزيز أنه فعلا حنا وصلنا لهذه الإشكالات ديال الثقافة والثقافة المغربية وشكلها، يعني بحال اللي كنديروا أمسية ديال الشعر وكنديروا ديال القصة واللي كنديروا ديال خصنا نديروا حتى لقاءات مثلا، يعني غير المجال ديال السؤال، المجال ديال السؤال فتح شهير للأسئلة فيما يتعلق هذه الثقافة ديالنا، وهي ماشي سهلة بصراحة. وهي دابا كنقول قطيعة حسب المكونات اللي عندها، بمعنى عندها الانتظار عندها أعمدة يخليوها أنها واحد الثقافة اللي كتصمت واحد المدى البعيد. أما فيما يتعلق بالسياسة، كيف هذه السياسة سواء السياسة عند السياسيين، يعني المخنقين في يعني في خانات ومكاكين وأحزاب سياسية إلى غير ذلك، أو السياسة عند الدولة كيفاش كتشوفها، يعني هادو جوج بيهم فيهم واحد الخلل كيتقاطعوا مع الإشكال ولا مع السؤال الثقافي والجوهر ديالو. أعود إلى يعني إلى مربط فارس الذي يتعلق بهذا التكريم، والذي أخذت روح المبادرة فيه طبعا ما تنسيق مع هذه الوجوه الطيبة بصراحة، مرتبطة بالفعل الثقافي من جهة، والمرتبطة بالإبداعي والأجناسي. إذا قلت الذي أخذ روح هذه المبادرة هو الشاعر أستاذ دوليك الجباري، مشكورة على أمل أن تستمر يعني هذه الإشارات القوية بالاحتفاء يعني برموز وأمكنة وأعمدة ثقافة في يعني في مدن الشمال على الأقل كبداية، وعلى أساس أنه أن يتوسع يعني هذا العرس ليصل إلى المغرب أقصاه ومداه. يعني أنا أنقل هذه الكلمة بالنيابة عن مدير المركز الثقافي السي محمد أشرفي، وأيضا بالنيابة عن زميلتي في العمل أستاذة كلثوم الرملي التي نعتبرها يعني من أعمدة هذا المكان في العمل،
الإدارة يعني كما تكون ببعد وأفق ثقافيين تستطيع أن تساهم هي الأخرى في عمليات البناء الثقافي. أختم بكلمة صغيرة تتعلق يعني بالضعف ديال الحضور الثقافي في سياستنا. وأنا هنا لا أتحدث كموظف إداري ولكن أتحدث يعني كشخص له صلة وصل بشكل من أشكال بالآداب والإبداع والثقافة. يعني عندنا مشروع ديال النموذج التنموي، يعني بحال النموذج التنموي ليس لي قراءة ومشي حسب شحال من مرة ذكرت المسألة ديال الثقافة. فإلا ذكرت يعني كنذكر غير عادية يعني من هنا كيبان أنه الثقافة غادي تولي يعني في الاستراتيجيات يعني المستحدثة والمستحدثة تولي يعني ما عنديش جواب قطع يعني كتكهول، ولكن يبدو أنها ستصبح مسألة أخرى مرة أخرى. شكرا للإخوة الذين أتوا من مدن أخرى من آسفي والرباط وسهلة وتطوان، وأيضا شكرا للسي عبد الفتاح الذي أتى من العرائش وإلى العرائش مشكورا على رحمه وضره. وإن شاء الله نلتقي دائما في الآفاق المشتركة المرتبطة